هذا وأكد فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج نجاح موسم الحج لهذا العام، وعزى ذلك إلى الإجراءات الهائلة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. القطان أكد في اتصال هاتفي مع مركز الأخبار أن التنظيم المحكم لموسم الحج هو رد على كل الذين أرادوا التشكيك في قدرة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على خدمة حجاج بيت الله الحرام. يعني لا شك أن الحج في هذا العام ولله الحمد كان ناجحا بكل المقاييس، حيث لا حوادث ولا مشاكل ولا أمراض، وإنما هو حقيقة تنظيم وترتيب محكم فيه رد على كل الأكاذيب والافتراءات التي وجهت للمملكة السعودية من الذين أرادوا التشكيك في قدرة المملكة على قيامها بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أمور الحج، حيث شاهدنا الجهد الكبير المبذول والتنظيم من المملكة السعودية على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، ومتابعتهم الشخصية ولمشاعر الحج، وكذلك من قبل حكومتهم الرشيدة من قبل وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ورجال الجمارك والأمن والكشافة. حقيقة يعني أبلغ بلاء حسنا مما أسهم في نجاح الحج، بل نقول أن كل مواطن في السعودية عمل على إنجاح هذا الموسم.